السلام عليكم. مقدمة اليوم مو بزي أي مقدمة، لازم أقول كلام بقلبي يا جماعة الخير. يا رب العباد، يا مستجيب الدعاء، يا كل واحد يطلعني الآن، أسأل الله أنه يسعدك. ليه يا أحمد تدعي؟ وش السبب؟ وش السبب يا أحمد؟ قول لنا. كل اختصار، المقطع الأخير فزنا فوق 15,000 مشترك و 240,000 لايك، والمقطع بيدخل ملايين مشاهدة للمقطع التيك توك أمونكس. والله العظيم إني أشكرك عزيزي المشاهد. أنت ممكن تشوف الموضوع هذا بسيط، إذا أنت أول مرة تشوفني معاك أحمد، اسمي أحمد شونك إكس بونج، عندي 5 مليون. والمصيبة الكبرى أن قناتي الثانية الآن بدخل فيها مليون وأنت باقي ما اشتركت. فبنفس اللحظة عزيزي المشاهد اللي قاعد طلعني فيها الآن راح ينزل مقطع قصة صارت لي أنا والشيخ نايف بدبي، وأبيكم تشوفونها، لأن والله ترددت أحطها بالأولى ولا بالثانية، فقلت أحطها بالثانية لأن ما بقى لنا شيء على المليون. فأتمنى منكم الرابط اللي تحت تحصلون القناة الثانية، وصلوا لنا مليون يا جماعة، نبي نطلب الدرع، أبي يصير عندي درعين مليون، والله بنبسط. ما بقى لنا أقل من 100,000، روح اشترك. والسلام عليكم اللي في الجيم. عليكم السلام. طيب طيب، دامنا مروقين والنفس طيبة والقناة الثانية اللي لا مو مروقين. لا قول فقدح، قول فقدح، قول يا أخي أنت تعرف إيش بقول. قول قول قول. إيه إس إكس بي يا إخوان بالقناة الثانية. إيوه وين بعد بنون إس إكس بي وإس إكس بيو. لايك وسبسكرايب. الله يسعد ذا الصغير عديم الرقبة، كيف إني أحبه أحبه ده جاني بدل الموضوع. بكل اختصار يا إخوان عشان ما نطول، ما أوصيكم بالكود ما يحتاج. مود اليوم فيه من 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 أشياء طيبة. معنا كنز، ما أدري إيش فايتر كنز، بس لو تلاحظون أنا اللي قدامكم بوستر أقدر أتحول بلحظات إلى اسلام. اصبر عزيزي المشاهد لما اخلص. دقيقه، هذا اللي بيقطع راسكم اليوم. عندي خصائص، تمام، عندي خصائص. احمد وش خصائص اللي تسويها؟ اقدر يا جماعه الخير احط فخ مخفي باي مكان هنا، مثلا لو احط هنا فخ، حطيت انا فخ، رامي مر من عنده ولا ردك اي احد ما تشوفونه. ايوه مر مر بس بس اوكي اوكي. يا ساتر يا ساتر، ارقم الفخ دبل. اوكي اوكي، الفخ مخفي، الفخ عندك واحد بس تقدر تحطه. الان يا جماعه عندنا شيء اسمه سيرش، اذا لقيت الكنز انا الامبوستر واضغط عليه سيرش بيصير حاجه. الان قاعد اتحرك كذا ادور فيه، اطلع منه زي الخريطه. وش تسوي الخريطه؟ تعطيني حاجه اسوي شيء في الماب. طلعوا يا جماعه جاهزين، كل اللي في الجيم الان بيتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الماب كله يغرق، العموم يتحول الى 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 مدة تقريبا 20 ثانية او 15 ثانية الى قوارب، لكن انا اقدر، تعالوا عندي بالنص، تعالوا عندي بالنص، اقدر اطلع لكم من تحت الارض يا جماعة الخير سمكة قرش. ركان على ركان سمكة قرش تهجم على واحد وتاكله، خلاص مات غرق. باقي ما خلص، تحسبونا خلصنا يا جماعة؟ ما خلصنا يا جماعة، ما خلص ما خلص. عندي هجوم، طبعا في اختفاء اكيد، لكن عندي هجوم عبارة عن اشباح يهاجمونكم اذا ما ركضتوا. فاول ما تشوف الاشباح مثلا دراكولا، الان في ناس بيجونك. بسم الله دراكولا، الزبنة الزبنة دراكولا الزبنة 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 لا تنسونا من لايك واشتراك. يسمي بالله نبدا الجيم الاول، توكلنا على الله. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الجيم الاول ايها الاخوه والساده الكرام. طور القراصنه يا مو مشكله، متقبل جدا. امبوستر واحد طيب طيب، خشب الكنز يا عيال، الكنز اللي موجود في نص الماب بس واحد ياخذه، ما تقدر تاخذه يا فيصل، ما تقدر. عندي خطنا، اول شيء لا يا ويلي لا بالغلط 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 بالغلط. طيب المهام كثيرة، رامي راح للنص من الحين. صهيب واقف، صهيب ليش واقف في البداية؟ الكهرب طفى، فنان راعي راعي الامبوستر واحد لعيب. كان بلع فخ قدامي. بسم الله، ما مدانا يا القاتل، ما مدانا نتحرك. اما رايد يا عيال، رايد يموت على طول. طيب كنا نازلين انا وفصولي وكان معنا واحد ثالث، صح، كنا نازلين على الالكتريك، هوب يبلع رايد فخ جاب اجله. اما فخ يا رامي ايوه في كلام حب احكي يا جماعه الخير. ايه وانا نازل من الابر انجن لللور انجن شفت مين؟ شونك. وين كان؟ تقريبا عند الرياكتر. وانا اكمل لتحت
شفت مين القاتل متحول شوف يعني شوف شنك وريق 100% اللهم لك الحمد خلصني لا 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 انا 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 عندي نظريه ثانيه بما انه رايد اللي انقتل ويا ما تعودنا بامونج دائما لما يموت رايد اول واحد ما حداش بيمون على رايد قد شنك فانا احط اتهام 95% طيب انا احط انا احط خصم راتب بنسبه 90% على تصويتك هذا سوي سكب يا راني والعب وصول سوي سكب والعب وصول فيصل تصوت ولا ادق على ابوي يكلمك والله ما لكم داعي برايد يا عيال والله ما لكم داعي ابشر يا ولد عمي لا اجيب لي قتلك انا ابوك والله مش اجتماع والله والله مش اجتماع اقسم بالله اصبر يا عيال يا عيال دقيقه رايد رايد يوم رايد رايد قال كلمه قبل شوي يوم زياد زياد ردي زياد ليش تخصم معك انقهر للي ما للي يوم شفت القاتل ما بيعلم عليه قتله قدامي يعني تعرف القاتل مين ايه من هو بس انتم جيبوه لا تستهبل زياد التهمة. يا يا زياد يا عيال يا عيال اسمعوا انا كنت مع راكان حلو ممتاز انا كنت انا وراكان مع بعض ايه صهيب نزل من عندنا انا وياك داخلين على شو خليه يتكلم لا تفضل راكان انا وياك داخلين على احمد غرفه الكامات تهبل كمل زياد كمل زياد على طول كمل زياد اخلص انا وراكان وكان صهيب نازل قبلنا قبلنا نازل تحت على تحت ايه من كان من شافه صهيب رامي شافه زياد مين القاتل بالاتهام مين القاتل زياد ما في من انت تقول تعرف القاتل تو مين القاتل اتهم رامي 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 هو الوحيد اللي كان رامي 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 مو عاجبني الصدق رامي مو عاجبني انا مع راكان يا اخوان انا اللي مصوت اول شيء وكان معي كلمه فصالي بس جراندي تفتح صهيب عندنا صهيب شفت القاتل انا بري رامي زياد 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 ما في وقت انا بسكب والله انا بسكب والله بسكب بسكب والله حاولت يا رايد والله حاولت رايد اذا الكلام ما عجبك اتكلم طفل كهرب طفل كهرب طفل كهرب طفل كهرب طفل كهرب طلعوا صلحوا 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 قاتل جا 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 اوكي اوكي احنا اربعه مع بعض احنا اربعه مع بعض احنا اربعه مع بعض احنا اربعه مع بعض يا ربي يا ربي يا ربي يا رب العباد يا رب العباد يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن اللهم لك الحمد طيب طيب من اللي كانوا معنا من اللي كانوا معنا من اللي كانوا معنا الان بالاسم انا وفقدح وصهيب تمام ودراكولا فصولي. اوكي وفصولي تمام كنا الخمسه كلنا مع بعض وانت انت ما انت معنا يا زياد والله ما شفتك يا زياد وينك زياد ركزوا معي زياد حكى انك اني شفت صهيب ولكن لما كنت نازل على تحت بالسيب شفت فقط ار ار كي كان بالرياكتر وشون شفته بالطريق بعدين شفت القاتل ما شفت زياد ابدا ركز معي ركز معي راكان انا ماني معك لا ترجع لا ترجع للجيم الاول زياد لا ترجع للجيم الاول الجيم هذا احنا سته مع بعض نركض وانت ما انت معنا كيف شفتنا كيف عرفت انا الاخضر يا عيال فيكم انا الاخضر يا عيال معكم ما انت معنا يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال والله ما خلي حقي راي انا بصوت بكيفكم ما ادري ما ادري صوت ما ادري كيف سكر سكر شوف ريدكس زياد رامي هم اللي عليهم صوص لا 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 ما زياد انا ما شفت صوت على زياد ايوه يا زلمه الاول يا زلمه زياد يا انا ام القار يا انا يا يا ديم يا صورة الامبوستر يا زينك زينة بسم الله بسم الله رامي عطني عطني موسيقى سي اوف ثيفز لاني بغرق الموب كله بسرعة يا اكثر أنا أسوي حركة يا عيال أوكي صهيب أوكي صهيب شافني مو مشكلة خليه يشوفني خليه يشوفني قفل علي الباب هنا لور انجن لا 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 برجع طبيعي برجع 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 هنا قاعد أسوي مهمة لف البيبان شوي ما أبغى من البداية أبغى أي ورامي شافني هنا أبغى أريحه من البداية خليني من البداية يا عيال مو على طول ذبح 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 شوي 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 عندي كنز هنا أقدر أغرق الماب تمام أقدر أغرق الماب أبغى ناس بس تشوفني وتضمني فيصل يا سلام فيصل ضامني هنا اغلق الزر هذا اوكي
طفي كهرب، تحول حلو، خلونا نتحول، خلونا نستخدم الهذا على على عدي من رقبه فقدح. بسم الله، روحوا يا رجال، روحوا روحوا، صيدوا تكفون، صيدوا. اوه يلحقني يلحقني يا الكلب، يلحقوني. شاش قالت ابو شاي، ابو شاي سكسي والله، انا سكسي والله العظيم. قفل عليه الباب العظيم. امشي تكفى تكفى تكفى. وين رايح؟ وين 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 رايح؟ وين 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 رايح؟ وين اوكي. لا ولك ولك الغول كان وراه، والاقزام هذولك بالنار كان وراه. انا شفت بالبدايه ترى في البدايه يا عيال، يا عيال اكتشفت شيء، يا عيال بقول لكم شيء اكتشفته في البدايه يا عيال. ركضوا من جنبي، قابلني فيصل اقصى يمين، ونزلت تحت. انا بعد ما قابلني فيصل نزلت تحت عند جهه الكوميونيكيشن تحت مره، جو الاقزام يلحقوني مره ومن قدامي وما ذبحوني، كملوا سيده. طلع النظام الاقزام يروحون عند الشخص اللي ايوه يهجم على واحد بس، فاذا مروا من جنبك لا تخاف، امورك طيبه. فواضح انهم كانوا مستقصدين واحد في البدايه. ممتاز ممتاز. شوف اقدح. ايوه فقدح زياده. انا ما اضمنه، انا اضمن فيصل اللي يسوي. كل واحد قاعد يضمن واحد ونصكم كذبين يا عيال. يا عيال لا تضمنونه، هذا يصدم بس يبغى يطلع. خلنا رايد شوي، ودي اضمن رايد عيال، والله ودي اضمن رايد. اسف اسف ابحاول في الجيم هذا اضمن رايد. مين الناس اللي ممكن؟ والله صهيب لازم افتك منه الصراحه، صهيب بيعرق علي. بروح افتح الكنز يا عيال، بروح افتح الكنز. طفيت الكهرباء، بفتح الكنز على السريع. يا رب يطلع لي منه شيء يا رب. بسم الله ان شاء الله تطلع لي خريطه، ترى ما ادري ايش بيطلع لي بعد غيره. اوكي ما هي خريطه، ما هي خريطه. طيب مو بالان، مو بالان، مو بالان، ولا الان استخدمها. استخدمها الان، بختفي بختفي في البدايه، بستخدمها في مكان مناسب. صفر صفر اوكي هنا. يا الله يا ربي. امشي معاهم، ممكن امشي معاهم، بحط سمكة قرش الان. بس ابغى اجي مع رايد انا. قرش الاحمر مات يا سلطان، والله يوفقكم. يا غرق غرق يا صار غرق يا رب. راس مجتمع، راس مجتمع. السلام عليكم. سلام. يا اخوي والله يا اخوي اني ما والله ناخذ حقك يا ربي. ابى اتكلم، ابى اسوي تحريات عميقه جدا، ابى اسوي تحريات عميقه جدا. اول شيء رايد انا مرتاح له لسببين. السبب الاول كان يصايح واسمع صياحه، واعرف اذا صايح صياح الخوف، كان خايف وانا قاعد اضحك لانه خايف وقاعد الحقه وانا مرتاح. رقم اثنين، القاتل يا عيال قاعد يتصيد الفيصل. شلون يا احمد؟ الجثه كانت بالستورج، غرق بالستورج، كانوا في اثنين فوق فيصل. يوم ان فيصل يغرق انا ورايد دخلنا بوقت مره ممتاز في لحظة غرق فيصل. جينا من اقصى اليسار من عند الالكتريك وفيصل غرق بالستورج. كانوا في اثنين يراقبون فيصل ويلحقونه من فوق، واحد منهم صهيب اللي هو الاصفر. وصهيب مين اللي كان معك الثاني؟ والله ما بعرف اللي كان. ليش دخت صهيب؟ ليش دخت يا صهيب؟ ليش دخت؟ هذه حركة واحد فنان يطفي الألوان، الألوان. صهيب صهيب حركة واحد فنان يطفي الكهرب ويشغل ويغرقنا كلنا. كلامك صحيح. ايوه اي لا 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 لا، معناته واحد فاهم اللعبة زين، عارف كيف قاعد يقتل. فأنا شاك فيك بس ما عندي اتهام مباشر. وفي واحد ثاني كان معك الظاهر انه زياد. اوكي بنهدي شوي الوضع. خليت رايد شوي يصدم، ابغى رايد يضمني، ما راح اذبحه. والعيال بيمشون مع رايد، يدرون على نياته وكلهم يدرون انه مواطن. لازم اكسب رايد، لازم اخلي جثث. المهام والله المهام قاعد تمشي، لازم اخلي جثث تصير ورايد معاي، وبقعد اوقف عند المهام كاني مواطن بريء. تمام، افعل الرياكتر واختفي. اختفي اخ اوكي اروح عند الباب، ارجع طبيعي، امشي كذا كني جايهم. خلني اطير واحد ثاني، خلني اطير واحد ثاني. وين الدنيا؟ رايد شفته؟ طيب اي شفتك انت عند الجثه. لحظه لحظه، لا 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 يا عيال يا عيال يا عيال، هدوا 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 هدوا. هذا فخ اللي صار كالاتي. انا شفت اللحظه هذه بالضبط، اول ما اشتغل الرياكتر كنت بالكامات، شفت العيال دخلوا 100%. القاتل كان مختفي، رايد كان داخل ودراكولا كان داخل. فجأة
يطلع دراكولا. كنت بدخل الحمد لله اني ما دخلت، كنت بدخل الرياكتر قبل لا ادخل لحظات. اول ما صلح الموضوع طلع ريدكس ولقى فخ القاتل كان متحول ومختفي وحاط فخ على باب الرياكتر. ممتاز، كانوا في اثنين، انا اضمن اثنين، اضمن دراكولا واضمن رايد. يا اخوان انا بقولكم، انا قبل شوي لما اشتغل الاوتو، تمام، لما اشتغل الاوتو راح صايب صلح قدامي، وريدكس ودراكولا كمان هم صلحوا قدامي، وكنا تقريبا كلنا موجودين. قعدت اعدهم واحد واحد، ما عدا واحد بس اللي كان مختفي طول الجيم واللي ولا شفته، اللي هو شونغ اكس بونغ. طول الجيم ولا شفتك ولا لاحظت ولا بينت معنى ابدا. طيب 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 طيب, طيب 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 يا دراكولا ورايد قدامكم قبل شوي، الفخ موجود وانا جاي بدخل عليه، انا لو تاخرت نص من الثانيه كان مت، وكيف احط الفخ وبختفي يا رامي؟ بالعقل، هذا الاثنين. طيب اثنين احمد انت نساي، خليني اذكرك يا احمد صحيح. اي فايده؟ طيب سكيب، ما يتكلم يا عيال. حركه واحد حافظ الطور يا رامي، اقسم بالله قاعد تخدم يا رامي، والله قاعد تخدم. عيد مره ثانيه يا احمد، ايش بتسوي الراوند هذا؟ الراوند هذا انت تحتاج رايد بصفك، تحتاج تخلي صهيب للاخير. اذا خليت صهيب للاخير بتقدر تتهم اتهام مباشر. ممتاز ممتاز، بقدر اطير ركان وبقدر اطير برضو رامي. لا بخلي ركان، بطير زياد وبطير رامي. حلو 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 حلو. غرق الماب، غرق الماب، لازم بسرعه. طيب غرق الماب، يلا على السريع يا احمد، على السريع على السريع. اوكي بطير رامي، رامي رامي بفتك من رامي، بفتك من رامي. تروح من قدام، الله يقطع امك يا اخي. لا لا يا القهر، اقسم بالله. يا الوسخ. اوكي انفيزبل. الله يكافي، قفل الباب، الله لا يوفقك. من ذا منه؟ ما يمدي يذبحني صح؟ ما يمدي صعب؟ قام فخ خطة ما ضبطت. صلوا على محمد. شفت مجزرة ناس تلحق ناس، سمك قرش يطب، سمك القرش ذبح رامي قدام عيني بالكامات، وسمك القرش برضو قدام عيني شفته ينقز، بس ما ادري من اللي مات، ماتوا ناس كثار. الان انا في الكامات. كذاب املى وجهك، انت الامبوستر، واتهام مباشر على راكان انه امبوستر. يا عيال ابغى اقول لكم شيء، يا عيال انا ما شفت لا احمد ولا راكان، بس صايب نظام. طيب اوكي ركان، بخليك ترد، بخليك ترد ركان يا عيني، بخليك ترد ركان يا عيني، بخليك ترد بس عشان انهي النقاش. رايد انت شفتني قدام عينك باكثر من مره، انا مواطن بريء. صهيب انا كنت شاك فيك من البدايه صح؟ صهيب انا كنت شاك فيك من البدايه. يا سلام شفتك معك بالكمات. يا انا ماسك الكمات بعد ما تحول البحر. إيه؟ ما شفتك. اكيد اكيد اني بتحرك، رياكتر شغال صهيب، رياكتر شغال. مين اللي صلح؟ بس هل تسمي مين يصلح؟ وجدك من الشعر بيت، وجدك من الشعر بيت. يوم اشتغل الرياكتر راكان اخر واحد طلع، ثم اختفى، صار مختفي بشكل كامل. واول ما اختفى فتحت الكام مره ثانيه، والقى الاقزام يلحقون زياد، والقاتل انتهى وقت الاختفاء حقه وبان بجهه المدبي، وانا ماسك الكامات والكامات شغاله، واتحدى واحد يحدى الكلام هذا. ورايد ضامني بالجيم اللي قبله. صهيب انا كنت شاكيك بس ضمنتك. طيب ما في وقت، ما في وقت، ما في وقت. رايد انت واثق فيني قدام عينك انا مرتين. رايد ما في وقت. صوت على ركان، صوت على ركان. رايد انا ضامني اكثر من مره يا ركان. رايد صوت على ركان. ابو شاي دائما انا ضدك، والله العظيم اني دائما ضدك، بس هالمره ورب الكعبه راح معك بالخير والشر. شوف قلت لك يلا. مالي 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 رايد، خليك ما رايد، خليك ما تكسر والي، خليك ما تكسر والي، ما تكسر والي. لا يا رايد، لا يا رايد، دخل ركز، ركز بالجيم، ركز بالجيم. بدبل بدبل بدبل، ما في وقت، ما في وقت. لازم ادبل، 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 لازم ادبل. ثواني ثواني، فكر احمد، احمد فكر، احمد تعال. فعل رياكتر، فعل رياكتر. رايد انا اسف بس لازم اتحول قدامك، انا اسف رايد، لازم اتحول قدامك، والله انا اسف. لازم ادبل، لازم ادبل، لازم ادبل، لازم ادبل، لازم ادبل. انفيزيبل 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 انفيزيبل. اوكي اوكي انفخ 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 اوكي انفخ. بدون اتاك على دبل دبل تو 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 دبل دبل. يا قلبي، يا قلبي، يا دبل الكل، يا دبل.
قسما بالله اني يدي ترتجف يا عيال، كاني اول مره العب والله العظيم ما ادري ايش فيها بس اول مره، كاني اول مره العب. الله يسعدكم على المشاهده، اتمنى استمتعتوا بالمقطع، شكرا لكم، لا تنسون القناه الثانيه يا جماعه، الله يسعدكم، اشتركوا فيها واشتركوا في القناه بعد، اكتبوا لنا اللي تبون امونج زياده، اعطونا افكار اطوار وابشروا بلي يسويها لكم. شكرا لكم، لازم اشرب، انا تعبت مره وجف ريقي. سلام عليكم.